هاي هاي ايه هاي حياتي، كيفك؟ شعري ماي عم ينشف بس حياتي مثل القمر، ام لبست ام بي بيرفكت. انا كمان اوكي، رح سمعك غنيتي. هنغني كمان وكمان. هيفاء وهبي تستمع إلى أغنية إليسا قبل الجمهور في سابقة هي الأولى من نوعها. طرحت النجمة إليسا أغنيتها الجديدة حنغني كمان وكمان التي شاركت في غنائها هيفاء وهبي، وقام بالغناء سويا كل منهما داخل منزله بسبب العزل الصحي الذي يفرضه تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد-19. وظهرت إليسا في الفيديو الذي نشرته عبر قناتها على يوتيوب وهي ترتدي البيجامة في منزلها وتتحدث مع هيفاء وهبي في مكالمة فيديو، ويقومان بالغناء سويا، وسرعان ما شارك عدد من جمهورهما في المكالمة لتكتظي الشاشة بالرقصات والغناء، ليعلن تبرعهما بالكامل بأرباح الأغنية للجمعيات الخيرية. ولم يشهد الوسط الفني يوما مشاركة أي نجمة بالترويج لعمل فني منتظر يعود إلى زميلة لها، إلا أن إليسا وهيفاء وهبي كسرت القاعدة في سابقة هي الأولى من نوعها. فبعدما شوقت النجمة إليسا جمهورها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي باقتراب موعد طرح أغنيتها الجديدة بعنوان هنغني كمان وكمان، أرسلت ملكة الإحساس الأغنية للنجمة هيفاء وهبي للاستماع إليها قبل الجمهور. وكانت هيفاء وهبي كشفت عن هذه الخطوة في تغريدة عبر تويتر زادت من حماسة الجمهور الذي يرتقب صدور الأغنية الجديدة، فكتبت: إليسا بعتت لي غنيتها الجديدة من امبارح، ما وقفت اسمعها بتعقد. وتابعت هيفاء وهبي: هنغني كمان وكمان وهنرقص على الأحزان، مبروك حبيبتي إليسا، لترد عليها الأخيرة بكلمات المحبة. ونالت هذه الخطوة إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وأثنى الكثيرون على الصداقة التي تجمع النجمتين. على الجانب الآخر، تتعاون إليسا في ألبومها الجديد مع مجموعة من كبار الشعراء والملحنين والموزعين المصريين، وقد اختارت أغلب أغاني ألبومها الجديد باللهجة المصرية، ويضم الألبوم 20 أغنية حتى الآن، ومن المقرر طرحه خلال الأيام المقبلة على يوتيوب عقب انتهاء التوترات العالمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى علامة الإعجاب والاشتراك بالقناة ليصلك كل ما هو جديد.